بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في سلسلتنا التي بدأناها تحت عنوان كيف نفوز بكأس رمضان. كأس رمضان يا أحبابي إخواني في الله، مع الفارق بين كأس الذي يبحث عنه الناس، كأس الدوري وكأس الأمم المتحدة وكأس مش عارف إيه الأمم مش عارف إيه، والكلام اللي بيقولوا عليه ده يا أحبابي إخواني في الله، تعال نقول كأس رمضان أغلى الكؤوس يا أحبابي إخواني في الله. نعم نعم، من فاز فيه فقد فاز. كذلك أحبابي إخواني في الله، من الأعمال التي نستعد بها لنفوز بهذا الكأس كأس رمضان يا أحبابي إخواني في الله، التوبة إلى الله رب العالمين. التوبة يا جماعة، التوبة إلى الله من كل آن إلى الآخر يا أحبابي إخواني في الله. أكثر من الاستغفار، أكثر من توبتك إلى الله، لازم تقلع عن الذنب الآن. أترك لله يعوضك الله، أترك لله رب العالمين يعوضك الله. وادخل في قول مولانا جل وعلا يا أحبابي إخواني في الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ادخل في قول مولانا، قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. التوبة يا أحبابي إخواني في الله مهمة. أيوة، إيه معناها وإيه شروطها؟ التوبة أنك تتوب، وإيه شروطها؟ قالوا أن تقلع عن الذنب، الذنب اللي أنت بتعمله، معاصيك سواء كانت علاقات نسائية حرام، توقف توقف لله يا رجل، توقف قبل الموت. مات إخوانك، مات جيرانك، مات أصدقائك، أنت لك فرصة أن تتوب إلى الله. يبقى التوبة الآن يا أحباب إخواني في الله إلى الله رب العالمين. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمرو بن العاص: يا رسول الله أشترط. عمرو بن العاص ريح أسلم وريح يتوب إلى الله رب العالمين ويدخل في الإسلام. فلما مد يده إلى رسول الله قال: يا رسول الله أريد أن أشترط، يعني لي طلب. قال: وما هو يا عمرو؟ قال: أن يغفر الله لي ما مضى غدراتي وفجراتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله، وأن أن التوبة تجب ما قولها. سمعت أن التوبة حتى لو كانت أعمالك كبائر، أيوة، حتى لو كانت نسائية، أيوة، حتى لو كانت شرب خمور، حتى لو كانت وكانت، أيوة، إلا حقوق الناس رجحها. يلا يا راجل رجحها، أنت في شهر العرض على الله، أنت في شعبان يا راجل يا طيب. نعم يا أحبابي. يبقى أحبابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، وأن التوبة تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها. وكذلك أحبابي إخواني في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج يهدم ما قبله أو يجب ما قبله، أو كما قال النبي محمد. تعالوا نتوب إلى الله كما كان يتوب النبي، حيث قال: استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من الاستغفار خاصة في هذه الأيام، أفضل ما نستعد به لشهر رمضان وللفوز بكأس رمضان أن نكثر من التوبة والاستغفار إلى الله، لأن الله أمرنا فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. أحبكم إلى الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.